موازين السعادة. قال الإمام الجواد عليه السلام: الثقة بالله ثمن لكل غال، وسلم إلى كل عال. إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف المسلول، يحسن منظره ويقبح أثره، إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. غنى المؤمن غناه عن الناس، نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. لا يضرك سخط من رضاه الجور. من لم يرضى من أخيه بحسن النية لم يرضى بالعطية.